امبارح انهالت الأسئلة كيف بتحضر كأس العالم على الكمبيوتر. يا جماعة باختصار، اللي حاب يحضر كأس العالم بدون ما يشتري إشي من بي إن سبورت وهي الأشياء، عندكم خطوتين لا ثالثة لهما. بتشتروا في بي إن، اللي هو الإشي اللي بيحكي للكمبيوتر أنا مش بالأردن، أنا بأمريكا، أنا بروسيا، أنا ببريطانيا، وبتروحوا على ويب سايت. الويب سايت هاد بكون تابع لدولة مشتركة بكأس العالم، فبسمحوا لها إنها تبث كأس العالم بدون مقابل. وكنا بنحضر امبارح على موقع بريطاني، والتعليق محطوط على الراديو، راديو جي بي سي بالأردن، فشغالين مع بعض. اللي فيكم بيفهم روسي حيكون أسهل إشي تروح على المواقع الروسية. اللي بده إنجليش في موقع اسمه تي في بلاير، تدخل عليه بتكون مشغل الفي بي إن إنك أنت في لندن، بتشغل المباراة وبتحضر كأس العالم. هاي لمن أراد أن يحضر كأس العالم بأقل من $10، بس اشتري في بي إن واحضر على مواقع المشاركة بكأس العالم. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة.